السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة الفيديو ده فيديو سريع جدا وهو قصير جدا، بنجاوب فيه على سؤال اتسألنا كتير قوي الايام اللي فاتت، وهو خاص باختبار الصف الرابع الابتدائي هيكون عامل ازاي، هيكون شكله ازاي، والاختبارات اللي هنمتحنها كل شهر او الكويز بتاعتنا هتكون شكلها عامل ازاي. النهاردة هنجاوب على السؤال ده، ولو عايز تكتب الكلام اللي احنا هنقوله ممكن تكتبه بقلم وورقة علشان تبقى عارف كل حاجة خاصة بالاختبارات بتاعتك السنة دي، والنظام الجديد هيكون عامل ازاي ان شاء الله. فزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وورقة، ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا طبعا الاختبارات هتكون اختبارات قصيرة، يعني في الشهر الاولاني، الشهر ده اللي هو هيكون خاص باكتوبر نوفمبر، هيكون عندنا اختبار. الاختبار ده بيتكون من 15 درجة وهيكون عبارة عن كويز صغير قوي. تاني شهر، الشهر اللي بعد منه، هيكون عندنا برضو كويز تاني او اختبار تاني من 15 درجة. تالت حاجة الاختبار بتاع نص السنة او الفصل الدراسي الاول بيكون من 30 درجة، وفي حاجة اسمها مهمة ادائية. مهمة ادائية دي حاجة جديدة هناخدها السنة دي، وهي مهمة انت المفروض هتعملها من 35 درجة. نيجي بقى لمواصفات الاختبار بتاع كل شهر من الشهور دي وامتحان نص السنة كمان. شكل الامتحان هيكون عبارة عن اختار من متعدد او choose the correct answer. تاني حاجة هيكون في true or false او صح وغلط. تالت حاجة هيكون في matching او في توصيل، واسئلة ذات اجابات قصيرة، يعني اسئلة اجابتها هتكون صغيرة مش كبيرة. طبعا دي المكونات بتاع اي اختبار بتاع الشهر الاول او الشهر الثاني او امتحان نص السنة. طيب الامتحانات دي هتيجي منين يا مستر ومين اللي هيشرف عليها؟ الوزارة هتحط نماذج للمعلمين على موقع بنك المعرفة الصف الرابع الابتدائي، والمعلم هيدخل ويطبعها ويشرف على الامتحانين الاول والثاني، اما الثالث فهي المدرسة هي اللي هتشرف عليه. يعني امتحان الشهر بتاع اكتوبر ونوفمبر المعلم بتاعك هو اللي هيطبعه من بنك المعرفة، وهو اللي يشرف على تصحيحه، واللي هو اللي هيشرف وهو اللي هيشرف عليه. اما امتحان نص السنة فالمدرسة هي اللي هتشرف عليه بنفسها. نيجي بقى للمهام الادائية، او ايه المهام الادائية دي؟ المهام الادائية دي مهمة، دي مهمة انت هتمتحن فيها، بتاخد حصتين، حصة المعلم او المعلمة بيجهزها لك، وحصة التانية التلاميذ بيقوموا بعملها. طيب هي ايه يعني؟ هي عمل هيقوم بيه التلاميذ داخل الفصل دون امكانيات مخصصة لذلك، عبارة عن رسم مثلا، انت هترسم، هيطلب منك رسم حاجة معينة او مخطط معين او كتابة معينة، وبتكون مختلفة من تلميذ للتاني. يعني هنخير التلاميذ كل واحد يختار المهمة اللي هو عايز يقوم بيها. برضو الوزارة هتنزل 5 مهام ادائية وتسيب للمعلمين ان هم يختاروا منها، والمعلم هيطبع والتلاميذ تعملهم داخل الحصة، ولازم يكون مع المعلم دليل ان التلميذ او التلميذة عملوا المهمة الادائية دي. طيب ال 35 درجة بتوع المهام دي بتتوزع ازاي؟ اول حاجة 5 درجات جدية، يعني انت لما يطلب منك المهمة الادائية دي مثلا هتصمم اعلان تجاري زي ما خدنا في السنين اللي فاتت، او هتعمل سكريبت بتاع مسرحية او تمثيلية، او هترسم رسمة معينة. طبعا لازم تعمل الحاجة دي بشكل جدي. تاني حاجة درجات تخطيط، التخطيط بتاع الخطوات اللي انت عملت بيها الحاجة المطلوبة منك، لازم توضح انت خططت لها ازاي، ودي 5 درجات كمان. و25 درجة تنفيذ المهمة نفسها، عملت الحاجة المطلوبة منك بشكل سليم ولا لأ. كل الاختبارات مبنية على نواتج التعليم، وده الجديد بالنسبة لنا. نواتج التعليم يا أصحابي مش ان احنا نقعد نحفظ زي الاجيال اللي فاتت وزي النظام القديم، ان احنا نحفظ المنهج وناخد فيه دروس ونقعد نصمه ونحفظه زي اسمنا ونخش الامتحان نرمي كل المعلومات اللي احنا حفظناها وخلاص. لا، في حاجة اسمها نواتج التعلم. نواتج التعلم دي انت بتاخد امثلة ودروس عندك في المنهج بتاعك، وبتاخد عليها امثلة كتير قوي. هو ممكن يجيب لك حاجة مش موجودة في المنهج، حاجة مش موجودة في الامثلة دي، بس ليها دعوة بالقواعد والحاجات اللي احنا درسناها. يعني من الاخر كده الطالب الفاهم اللي متأسس كويس، الشاطر اللي عارف يحل
كل الاسئله لوحده وحلها كلها لوحده، هيقدر يحل الاسئله بتاعت نواتج التعلم دي لوحده برضو، لان هي هتكون على علاقه بالحاجات اللي هو خدها بس مش موجوده في المنهج عنده. يبقى كل الاختبارات هتكون مبنيه على نواتج التعلم دي، يعني مش على المنهج، يعني حاجه ليها علاقه بالحاجات اللي احنا خدناها بس هي مش موجوده في الكتاب بشكل مباشر. بعد كل الاختبارات ترم اول وتاني بتتقسم وبيتاخد متوسط درجات لكل طالب. وبكده نكون عرفنا شكل الامتحانات الخاصة بالصف الرابع الابتدائي النظام الجديد. ان شاء الله اتمنى لكم كلكم النجاح والتوفيق، وان شاء الله ما تقلقوش، الموضوع بسيط جدا، وزي ما قلنا هو بيعتمد على ان الطالب يكون فاهم ومستوعب المعلومة كويس، حل عليها اسئلة كتير، مش حافظ، ومش مش مش حافظ زي اسمه، ومش حافظ صم زي الاجيال اللي قبل كده وزي النظام القديم. لازم نكون فاهمين وحلين اسئلة كتير، ونعرف ازاي نستنتج بناء على الحاجات اللي احنا تعلمناها دي اجابة حاجة ليها دعوة بالدرس بس مش موجودة في المنهج. اتمنى ان انا اكون بسطت المعلومة ووصلتها كما يجب ان يكون. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.